السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الدكتور علاء صادي، بيسن اسنانه ويهاجم مارسيل كولر بكل ما تحمل كلمه من معنى. علاء صادي بيقول لك في اخر 8 مباريات للنادي الاهلي، النادي الاهلي اتعادل في 7 وكسب في 1 على مستوى الدوري المصري، على مستوى الدوري الافريقي، على مستوى دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي في مستواه حرفيا في النازل. كمان اخر 25 دقيقة في مباراة شباب بلوزداد، النادي الاهلي لياقة بدنية ضعيفة جدا جدا. النادي الاهلي في اخر 25 دقيقة ما راحش للجون. النادي الاهلي ما راحش للجون بتاع شباب بلوزداد. اللياقة البدنية واقعة. هتقول لي طب احنا ما عملناش فترة اعداد جامدة، هقول لك مسؤولية مين؟ علاء صادق بيشيل المسؤولية الكاملة لمارسيل كولر في فترة الإعداد، في الأجازة الطويلة، في مباراة اتحاد العاصمة، في السوبر الأفريقي، البطولة الأفريقية اللي اتعملت اللي خدها سان داونز، الأهلي ما كسبش ولا ماتش. يعني اتعادل مع سيمبا رايح جاي، واتغلب من سان داونز، واتعادل هنا في القاهرة مع سان داونز، فما كسبش ولا ماتش. آخر مباراتين في الدوري سموحة والجونة تعادل. اخر مباراتين في دوري ابطال افريقيا يانج افريكان وشباب بلوزداد تعادل. والجون الاخير اللي حطه النادي الاهلي من خطا من لاعب يانج افريكان. يبقى فوق لعيبه الاهلي لازم تفوق، انت داخل على كاس عالم. ليه بقى؟ وبعدين يعني برضو حاجه مهمه جدا، فين العين اللي اختارت انطوني موديست؟ 25 دقيقه امبارح الراجل كل مدى بيضللنا، تحس ان هو اصلا مش لعيب كوره. يعني راجل بيتحرك غلط، تحركات تقيله، مفيش لياقه، مفيش، مش موجود. هو ده اللي بيخلي الهجوم على مارسيل كولر، لان هو المسؤول الوحيد. السنه اللي فاتت كان الامر الناهي مارسيل كولر. سيد عبد الحفيظ بيتدخل، عايز بيبو ودم خفيف. رضا سليم احسن لاعب في الجيش الملكي المغربي واحسن لاعب في الدوري المغربي انا عايزه. امام عاشور التعاقد مع الزمالك وميتلاند الدنماركي انا عايزه. انطوني موديس 35 سنة يا سيدي عايزه. مليون و700 الف دولار كتير على لاعب 35 سنة عايزه. تفوجئ ان الوكيل بتاع انطوني موديس هو وكيل مارسيل كولر. ليه البيزنس ده؟ اعمل بيزنس، اكسب. ده حسين الشحات، ده مستوى حسين الشحات بتاع السنة اللي فاتت؟ مستحيل. فين بيرسيتاو؟ فين كهربا؟ فين التعامل النفسي؟ ليه محمد كريستو بره القايمة؟ ليه محمد كريستو؟ ما تقوليش دلوقتي مصاب، لا هو من ساعة ما جه من النادي الأهلي وهو مش في دماغه. مين اللي جابه؟ أحمد القندوسي، ده لعيب يطلع إعارة. ثبت إنه لعيب جامد وبينافس على هداف الدوري في سيراميكا، في سيراميكا. عشان خد الفرصه، خد الارتياحيه، بيلعب وقوي وجاب هدف في النادي الاهلي. وكان سيراميكا قريب جدا للمكسب في مباراه النادي الاهلي وسيراميكا. قندوسي لعيب ند. صلاح محسن جاي في ايه وماشي في ايه؟ ده احمد عبد القادر بتاع السنه اللي فاتت؟ لا، مارسيل كولر بيهزر. لعيبه النادي الاهلي بتهزر. مش عايز اقول لك الاهلي منحوس على الفرص اللي بتضيع، الاهلي محسود على الفرص اللي بتضيع، فرص سهله بتضيع في مباريات مهمه. لا يعني الاعلام كله بيتكلم على سلك ضميرك، الكره هتخش. ما كانت بتخش من نص ملعب بتاع عصام الحضري كان بيجيبها من جول لجول. يبقى ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ مارسيل كولر يشيل المسؤوليه الكامله. كلمني على انتشار لعيبه النادي الاهلي في الملعب في الشوط الثاني. هتقول لي انت ماسك لي الشوط الثاني ليه والشوط الاولاني كان كويس؟ الماتش 90 دقيقه خواجه. شباب بلوزداد لو كان كسب هنا كان يعني كتبقى انت بتدخل نفسك في حزب بيرما في حاجه سهله جدا. والاهلي ما زال في حزب بيرما. الاهلي 5، شباب بلوزداد 4، يانج ميدياما 4، يانج افريكا 3 بوند. ايه بتهزر؟ لا بتهزر. هتقول السنه اللي فاتت الاهلي كان بره، وضربه الجزاء بتاعت الهلال السوداني مع سان داونز الاهلي دخل وخد البطوله. لا، ما هو الحظ جالك عشان انت
كسبت القطن الكاميروني وكسبت الهلال السوداني وكسبت وكملت وكسبت وكسبت وخدت البطوله من الوداد من هناك، فطول ما انت كويس الحظ هيجيلك. طب انت عندك كاس عالم الاسبوع الجاي، اتحاد جده واوكلاند سيتي 300% اتحاد جده هتكسب. ما تقوليش اتحاد جده، اتحاد جده خسر في الدوري، اما مانشستر سيتي خسر في الدوري، ما انت بقالك 7 ماتشات بتتعاد. يبقى لازم لعيبه النادي الاهلي تركز، تفوق، محتاج دش علقه، محتاج صرامه في التعامل، شراسه في الهجوم، علشان النادي الاهلي يعود لمكانته الطبيعيه. واسمع رايك في الكومنتات، ورب الحلقه تكون عجبتكم دايما كل جديد على قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه.